يا فخامة الرئيس السيد فلاديمير بوتين، أيها أصدقاء الكرام، يا فخامة الرئيس الاتحاد الأفريقي، يا قادة الدول، رؤساء الحكومات، رؤساء الوفود، لي الشرف أن أتوجه بخطابي اليوم وأنقل إليكم التحيات من شعبي إليكم. قبل كل شيء أريد أن أشكر ربنا على أنه سمحنا بهذه الفرصة، أعطاناها لعقد الاجتماع اليوم ولفرصة مناقشة مستقبل شعوبنا. أريد أن أعتذر على الزملاء إذا أنا أسأت في سابق إليكم بشيء بأي تصرفات. نحن دائما نحترم الشيوخ، ولكن أريد أن أقول إنه جيل الشباب دائما يعاني من مشكلة إنه عادة لا يحصل على أجوبة ضرورية للأسئلة يطرحه. فلدينا تاريخ مشترك مع روسيا. روسيا قدمت تضحيات كبيرة لتحرير أوروبا في أيام الحرب العالمية الثانية من النازية. فلذلك لدينا تاريخ مشترك. نستطيع حتى نقول إن عادة أو أحيانا نحن الشعوب في إفريقيا إلى حد ما منسية في الكتب، في الأفلام، في التاريخ. لذلك نحن نشكر روسيا لأنها دائما تتذكر بدور إفريقي ودور شعوبها. اليوم نحن هنا لمناقشة المستقبل، كيف ستكون الأوضاع في ذلك المستقبل. لدينا أبعاد وأفاق مشتركة واعدة، وأنا أتمنى بهذه القيمة ستمكننا من إقرار منظومة العالمية العادلة وإقامة جسور التعاون بين دولنا. فأنا أحياناً لا أفهم كيف إفريقيا التي تملك الكثير من المياه، من الشمس، من الأراضي الخصبة، تعتبر اليوم قارة فقيرة. كيف مضطرين إلى طلب المساعدة من الخارج؟ نحن نطرح هذه الأسئلة ولكن لا نحصل على أجوبة. لذلك نعتزم على إقامة الاتصالات والشراكات من أجل تنمية دولنا. وأنا أتحدث باسم جيلي، جيل الشباب، أقول لكم إننا أحيانا مضطرين إلى عبور المحيطات أو أبحار كي نصل إلى الأطراف الأخرى في العالم من أجل حياة أفضل. ونحن في بوركينا فاسو على امتداد 8 سنوات نواجه ممارسات استعمارية الحديثة يفرضون من الخارج علينا العبودية الجديدة. علمونا بأن الشخص اللي لا يستطيع أن يعتصم، أن يناضل من أجله، من أجل مستقبله، لا يجدر بالإشادة. لذلك نحن متعودين على الكفاح من أجل وطننا، من أجل الدفاع عنه. لذلك أخذنا السلاح من أجل مكافحة الإرهاب لحماية دولتنا. نحن مستغربون من أن الإمبراليون الذين يسمون بعض الفصائل غير الشرعية المسلحة بالمعارضات يقولون أنهم وطنيون. وعلى سبيل المثال عندما لجأ جدي في أيامه إلى السلاح كان ذلك ضد رغبته. لم نريد أبدا أن نخوض المعارك
أو نستخدم السلاح، أحيانا مضطرين إلى ذلك. المشكلة أنه أحيانا قادة بعض الدول الأفريقية لا تعطي الشيء الكافي لضمان حياة جيدة لبعض الشعوب التي تريد مكافحة الإمبريالية والاستعمارية الحديثة. يجب على قادة الدول الأفريقية ألا يتصرفوا كدمية في أيدي الإمبرياليين والمستعمرين. فأنقل أيضا خطابا وأتوجه إلى قادة الدول الأفريقية، علينا أن نضمن الاكتفاء الذاتي لشعوبنا، لدولنا، نعالج مشكلة النقص في الغذاء، نلبي كافة احتياجات لشعوبنا. ها هي الأولوية بالنسبة لنا. أريد أن أقول أننا علينا أن نحترم شعوبنا التي تناضل ضد الاستعمارية. فحي شعوبنا، حي شعوبنا الأفريقية، ونصر للشعوب الأفريقية. شكرا لكم يا سيد تراوري. طبعا في بعض الأطراف ينسى إفريقيا، ينسى النضال ضد الاستعمارية، ولكن أذكركم بأنه آنذاك كان هناك نضال ضد الاستعمارية في إفريقيا، وهناك كان نضال لدينا في الاتحاد السوفيتي ضد النازية. فطبعا هذا النضال يجري من أجل مصلحة العالم كله، لأنه يحسن الاتصالات المترابطة بين الدول، يهيل الأوضاع. ولذلك أنا أتفق مع سيد تراوري بهذا الصدد. هذا شبيه لما حدث في الاتحاد السوفيتي وفي روسيا في نضاله، ومع يحدث اليوم في نضال إفريقيا من أجل الاستقلال الحقيقي.